سنتين، طب ما تيجي نحسب. خرجت علينا بعض التصريحات يا احمد اللي اتكلمت عن النادي الاهلي واتكلمت عن بطولاته في الفتره الاخيره في اللعبات المختلفه. هو بص، هو بعض الاشخاص او بعض الناس لما بييجوا يتكلموا عن نجاحهم دايما بيعملوا مقارنه بين النادي الاهلي دايما. هو مش وحش انك تعمل مقارنه بين النادي الاهلي، لكن هو اللي وحش انك ما تبقاش عارف النادي الاهلي واخد كام بطوله. اللي وحش ان انت تحسب بطولات ليك في العاب صالات وتيجي عند النادي الاهلي تحسب البطولتين فقط لا غير اللي خدهم في كره القدم. طب انت بتقول بطولتين، طب ما تيجي نحسب ونشوف بطولات النادي الاهلي على مستوى بقى كره القدم وعلى مستوى الالعاب اللي اخترتوها اللي هي الطايره والسله واليد والتنس طاوله. دي تم اختيارهم، فلقينا ان النادي الاهلي، وهنقولها لك بقى رجال ونساء سيدات، لان النادي الاهلي يعني بطولات الرجال بيتصدر، بطولات السيدات بيكتسح. بتتكلم عن الموسم الحالي وبعد كده في الحالي. طبعا 2018، بس 2019 نستعرض بطولات النادي الاهلي في العاب الصالات. الموسم 2018 2019 النادي الاهلي واخد 10 بطولات ببطولتين اللي هم كرة القدم. اللي فيهم كرة القدم. طبعا في كرة القدم خد الدوري المصري وخد كاس سوبر، في كرة اليد خد كاس مصر، في السلة دوري المرتبط، في الطايرة وفريق الطايرة الأسطوري الدوري المصري وكاس مصر ودوري أبطال أفريقيا، وفي تنس الطاولة الدوري المصري وكاس مصر والبطولة العربية. ده على مستوى الرجال فقط لغير 10 بطولات. تقول لي اتنين. أما على مستوى سيدات النادي الأهلي، وده طبعا بيكون اكتساح، سيدات النادي الاهلي 12 بطوله موسم 2018 2019، الطايره او كره الطائره الدوري المصري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا. طبعا احنا مكتسحين طايره سيدات ورجال في مصر والوطن العربي وفي افريقيا الحمد لله. كره اليد الدوري المصري وكاس مصر والسوبر المصري، في كره السله دوري السوبر ودوري المرتبط، في تنس الطاوله الدوري المصري وكاس مصر والبطوله العربيه والبطوله الإفريقية. 12 بطولة سيدات مع كمان 10 بطولات رجال، يعني 22 بطولة على مستوى الفريق الأول، لأن عندنا كمان بطولات في نفس الألعاب في القطاعات. النادي الأهلي حقق إجمالي 44 بطولة نقدر برضو نستعرضهم قدامنا على الشاشة، عشان اللي بيتكلم إن احنا عندنا بطولتين، لا ده احنا عندنا كتير، وعندنا 44 بطولة. هتقول لي لو عايزينهم على مستوى الكبار فقط الغير والفرقة الأولى، هنقول لك عندنا 22 بطولة ألعاب صالات وكرة قدم في الوقت اللي مثلا البعض بيقول احنا في 5 سنين عملنا 24 بطولة، احنا عملناهم في موسم. لا أنا هقول لك حاجة بقى، أنت عارف فكرة بطولتين للنادي الأهلي دي جاية منين؟ النادي الأهلي خد الدوري وخد كأس السوبر، وأنت ما خدش أي حاجة في ألعاب تانية، هو حسب له البطولتين بتاع كرة القدم وحط لنفسه كل البطولات اللي في اللعبات الأخرى. طيب عايزين بقى نحرر كده الاصطلاح، نقف عند حاجة كتير جدا بيتم تناولها، هو فعلا النادي الأهلي في الألعاب الخاصة بكرة الصالات والألعاب الجماعية أو حتى الألعاب الفردية اللي زي ما بتتسمى شهيدة، هل هو بطولاته أقل؟ طيب نستعرض كده إجمالي بطولات النادي الأهلي بالمقارنة بنادي الزمالك في ألعاب الصالات. نادي الأهلي محقق 209 بطولة في مقابل 152 بطولة للزمالك. كرة الطائرة 77 بطولة مقابل 41 بطولة للزمالك. كرة السلة للأهلي 22 للزمالك 30. كرة اليد 52 بطولة للأهلي 62 للزمالك. تنس الطاولة 58 مقابل 19 للزمالك. تفوق في كل الألعاب تقريبا باستثناء كرة اليد وكرة السلة. والحقيقة كرة السلة يعني طبعا، بس الفرق الاتحاد السكندري هو المسيطر في مصر حاليا، وإن كان النادي الأهلي المصري في كرة السلة هو أعلى الحصول على بطولات أفريقية، محققين 3 بطولات أفريقية، أداء أعلى نادي في مصر حقق بطولات أفريقية، لكن التوب في السلة في مصر هو نادي الاتحاد السكندري. والحقيقة نادي الزمالك مميز جدا، وفريق زي فريق الطائرة عندنا بالظبط، لكن في كرة اليد طبعا فريق، يعني احنا دايما نحب ندي الناس كلها حقها. احنا قلنا ندي الزمالك حقه وبنبارك له على بطولة اليد اللي احنا لازم نعمل ده، لان دي من اخلاقيات النادي الاهلي. ولكن حابين نقول حاجة اتناقشنا فيها يا احمد، فكرة ان شعبية اللعبات بتختلف. كرة القدم في العالم كله هي الكريزة بتاعة التورتايا والألعاب الرياضية، كرة القدم في العالم كله هي اللعبة الأكثر شعبية، كرة القدم في العالم كله لو أنت جبت أي إنسان بسيط قلت له تعرف مين من لاعبين على مستوى العالم في كرة القدم هيقول لك أسماء وأسماء وأسماء،
على عكس اي لعبه اخرى. مش معنى كده ان الالعاب الاخرى مش مهمه، ده مش مبدانا ابدا، ولكن في اللحظه اللي انت هتساوي فيها انجاز في كره القدم بانجاز في لعبه اخرى، فاكيد انت بتخالف كل الاعراف الخاصه بالشعبيه والجماهيريه والاهتمام باللعبات دي. نوثق وانت تتفوق في لعبه وانا اتفوق في لعبه، ولكن اوعى تحط مقارنه بين حاجه انا فيها في حته تانيه خالص ولا ينازع شيء في جماهيريتها، مفيش حاجه تقترب منها ابدا يا احمد. كان مهم جدا ان احنا نوضح ده. طبعا كان مهم وكان لازم نوضح ده. الحقيقه كمان هو الكابتن حسين زكي كان وضح الامر ده، والحقيقه قال ان الاتجاه لالعاب الصالات بياتي اذا في اخفاق او فشل في الكرة القدم، واحنا الحقيقه ما عندناش الحمد لله لا اخفاق ولا فشل في كره القدم، ودايما تاريخ النادي الاهلي كل سنه في بطوله او بطولتين على الاقل في كره القدم، فبالتالي الاهتمام الاول لجماهير النادي الاهلي زي الاهتمام الاول لجماهير كل انديه العالم هو كره القدم. لكن انت اوجبنا المقارنه دي لان بعض الارقام بدات تظهر على السوشيال ميديا ان البطولات المجمعه نادي الزمالك بيتفوق فيها على النادي الاهلي، فحبينا نوضح ان حتى البطولات المجمعه النادي الاهلي بيتفوق فيها على نادي الزمالك، ولكن ومع احترامنا بالكامل لالعاب الصالات كرة القدم في حته ثانيه. والحقيقه لازم نشكر برضو بيدج العاب صالات النادي الاهلي لانه بيبذل مجهود كبير جدا في توثيق الارقام دي والبطولات دي، سواء طايره او سله او تنس طاوله او يد. كان نقطه مهمه جدا حابين نوضحها بس عشان نحط كل حاجه في حجمها الطبيعي، وكمان ما ينفعش يكون في تزييف ارقام واحنا نسكت عنها. يعني في الحالتين بطولات مجمعه احنا بنتفوق، في كرة القدم احنا في حتة تانية، ونروح من كرة القدم لمباراة المنتخب المصري مع